البارح انا مع 6 خارجين كنلقى الاستاذه مضروبه بحال زعما يرثى لها نفسيه محطمه جدا، تالمت الم كبير وصل الى ادراف الدموع. يعني مساله ما كتعجبش ما تتفرحش، هادشي ولا تيخلع في الحقيقه. ربما رجل تعليم ضعفت الاعباء ديالو، ما بقاش داك رجل التعليم اللي كيقري فقط وتيربي، ولا خصو يلعب دور محلل نفساني، لان كيجيو عندنا اضطرابات نفسيه الاباء هزوا يديهم. ما بقاش التربيه الاسره، انا كنظن بدون تعميم، ولكن الاسره فرطات شويه في هذا، فكيجيك التلميذ مقرقب محشش مخدر. يعني التلميذ الكاله ولات شي حاجه اللي هي عاديه، تقول التلميذ ما ديرش الكاله عاديه. يعني الامور طورات، امور غدا في هذا. ثم ان القرارات اللي كتخاد، بالله عليك تلميذ ضرب الاستاذه بالكخطاب، داروا ليه تغيير المؤسسه، وهو نفس الشخص نفس التلميذ اللي غادي يضرب الاستاذه، غادي يشرم لها كما يقال، بدعوى انها كانت صارمه في المجلس، وكانت من اللي قالوا بان التلميذ خصو يغادر، والقرار اتخذ بطريقه جماعيه. فجات الام كتسب الاستاذه، انت اللي خرجتي على ولدي، ردوا ردوا ردوا. التلميذ انتقم من الاستاذه. يعني حنا الفعل شنيع، فعل كنستنكروه وما تيفرحش ما تيعجبش، ويخلينا اننا نفكروا اننا نبحثوا على طرق اخرى للتعامل مع التلميذ. الاستاذه تشمتات بهذه العباره. جا التلميذ خبرها، قال لها راه التلميذ راه باغي يضربك. جا التلميذ خبرها، وهي ما عطاتش الامر اهميه. تصوري كيتسنى فيها الزوج ديالها في سياره على بعد جوج ديال الامتار من الباب، فاذا بها كتعرض لهذا الاعتداء الشنيع بحضور الزوج ديالها. كيفاش غادي الاستاذه كتقول لي يدي رقدات عليا ورجلي رقدات عليا، تصوري، وتتبكي بكاء طفل صغير. ما هضر معاها ما والو، هي حست بضربه في كتفها، وعرفتي الضربه ديال واش ما عرفت زيزوار ولا ما عرفتش انا شنو هو الضربه، ما كتحس بالالم حتى من بعد. بالطابليه ديالها كتمسح، الحاله النفسيه كيفاش غتكون؟ فانا بصراحه تالمت الم يعني ما نقدرش نوصفه. مشيت للدار ما بغاتش تحيد لي، قال لي اذا حنا تنفكروا كيفاش غادي نتعاملوا مع التلميذ، والمجهودات ديالنا يعني ما غتبقاش في مستوى التلقين، وهذا خصنا نطوروا راسنا. بالنسبه لهذا المشكل ديال العنف المدرسي، هو مشكل بنيوي في المجتمع ديالنا، كيشتركوا فيه مجموعه من المتدخلين. اولا على المستوى الاعلامي، على المستوى التشريع القانوني، لان ما كاين القوانين اللي كاينه في هذا الاطار، هذا ما كتشجعش التلميذ على العمل، وما كتشجعش الاستاذ على العطاء، وفي نفس الوقت ما كتقدمش الحمايه لاي طرف من هذه الاطراف. اضافه الى كنلاحظوا بعض، ناخذوا بعض النماذج مجموعه من المناطق. انا كنركز على المساله ديال الحدث اللي وقع للاستاذ ديال الورزازات، وما وقع ايضا في مكناس على ما اظن، اتخاذ قرار في حق بعض التلاميذ بالفصل، وكيجي قرار من الاعلى انهم كيرجعوا للمؤسسه، واستاذ يهان وتمرغ كرامته ويسحل، ويتخذ قرار بمنحه درهم تعويض كتعويض. ما هي رمزيته؟ ما هي دلالته؟ ما هي الرساله الموجهه للاساتذه للتلاميذ للمجتمع؟ نعم طبيعة الحال كاين المذكرات اللي كتمنع الاستاذ انه يخرج التلميذ من القسم بجميع الاحوال. واكثر من ذلك انا غنعطيك غير هذا النموذج، هذا انه اتخذ قرار على مستوى مجلس القسم بان التلميذ غير المؤسسه ديالو، ومشاو الناس الاداريين ديال المؤسسه كيقلبوا ليه على مؤسسه، ولقاو ليه مقعد انتقل ليه، وكتجي الام ديالو كتهدد الاستاذه داخل المؤسسه، كتقدم الاستاذه شكايه عند رجال الامن، ما كتخدش الاجراءات المناسبه، والنتيجه كما كتشوفوها هو الحديث هذا.